تميم يزرع أجهزة تنصت في الفنادق. أمير الكويت يستقبل وزير خارجية قطر. ماذا يفعل قائد الجيش الإيراني في تركيا؟ برلمان البحرين يطارد حمد بن جاسم كمجرم حرب. خبراء سعوديون: راسبوتين قطر أدمن التحريض ضد السعودية والإمارات. ما وراء الخبر يفضح خطورة أعمال قطر وإيران على أمن البحرين والمنطقة. الشركات الغربية تضع خطط طوارئ لمغادرة الدوحة.